السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي اخواني واصدقائي وجميع مشتركي قناة اول قناة عراقية لتعلم العود والغناء العربي. اشرب بكم، معاكم زياد هادي استاذ آلة العود في معهد الدراسات الموسيقية العراقي في بغداد. نتشرف بكم اليوم، ومثل ما وعدناكم احنا اليوم بحلة جديدة وبترتيب جديد وفق الأطر الموجودة في موضوع تمرين آلة العود، وإضافة إلى ذلك الغناء وكيفية تمرين الصوت. في الحقيقة كثير من الأصدقاء يسألوني دائما عن قضية الغناء. أخوان، الغناء والعود ناخذهم نفس الدورة. الدورة هي عبارة عن ثمان، الدورة عيدها مرة ثانية، عبارة عن ثمان محاضرات شهريا بمبلغ. المحاضرات كيف تكون؟ أونلاين مباشرة، وجها لوجه معك، وأتابعك حتى من خلال أنه حتى إذا التقينا أعطيتك محاضرة ممكن أنه تذهب للبيت وتعمل المحاضرة، ممكن تسمعني إياها أعطيك ملاحظات، وبالإضافة إلى ذلك أرسل لك المحاضرات من تاريخ الاشتراك. أشرب بكم. إحنا عندنا المدرسة العراقية مدرسة معروفة في العالم العربي وفي العالم العالمي أيضا، لأنه مدرسة العود أخذت حيز كامل، لأنه هي مدرسة تاريخية ونابعة منذ 2350 قبل الميلاد. اليوم احنا عندنا تمرين بالنسبة تقدمنا بالتمارين لآلة العود، وتمرنا بآلة العود كثير من الأغاني، وتمرنا عدد من التمارين بالفترة الأخيرة. اليوم عندكم هذا التمرين، راح تلاحظوا أمامكم تشوفون هذا التمرين اللي هو عبارة عن مقام أو سلم العجم. هذا سلم العجم، نلاحظ ليش أو كيف راح تكون كالتالي. رقم واحد، تلاحظوا قدامكم هذا التمرين، مفتاح صول للبداية، ثم ننتقل إلى الميزان الموسيقي اللي شرحناه اللي هو 2-4، الاثنين فوق العدد الموجود في البار والتحت الأربعة النوعية. بعد هذا خط الفاصل، هذا يسموه خط إعادة، وين ما تذهب إلى مكان وتجد هذا الخط في نهاية التمرين بمعنى تعيده مرة أخرى. ثم تأتي أول بار اللي هي أي جملة تكون محصورة بين الخطوط. تلاحظون خطوط مقسمة، السطر الأول مقسم، يعني هذا كل واحد من عندهم هو هذا بار. الآن راح نبدأ أقرأ لكم إياه ووفق العود طبعا كسولفيج، حتى أول مرة أنت تقرأ سولفيج ومن ثم تنتقل إلى العزف بالعود. ضروري جدا أنه تهتم بقراءة النوتة قبل ما تبدي بالعود حتى تقدر تكتشف. ما في مشكلة إذا أخذت التون من العود ومن ثم تبلش بقراءته بدون عود. يعني كيف؟ يعني نقدر نقول مثلا بداية يقول دوري دوري، خلص انت راح تذهب على جنب او على مكان وتبدأ تقرأ القراءة النغمية. القراءة النغمية جدا راح تفيدك بالعود حتى تقدر انه اي نوتة موسيقية للأغاني انه تقراها بسهولة. لذلك نبدي بقراءته دو ري دو ري دو مي دو مي ري فا ري فا مي صال مي صال فا لا فا لا صال سي صال سي لا دو لا دو، وهكذا نتقدم بال ال ال القراءة. راح نعيدها مرة ثانية قراءة وبصورة بطيئة
لكون انه احنا بغايه التعليم. دوري دوري دومي دومي ري فا ري فا مي صل مي صل فا لا فا لا صل سي صل سي لا دو لا دو سي ري سي ري مي دو مي دو ري سي ري سي دو سي دو سي دو لا دو لا لا فا لا فا لاحظوا لا فا لا فا فا لا فا لا صول فا صول فا صول مي صول مي فا مي فا مي فا ري فا ري مي ري مي ري مي دو مي دو. هذه الأرقام الموجودة اللي لاحظها في التمرين هي الأصابع على زند العود. الأصابع، هذه الأرقام تعني الأصابع على زند العود. لذلك مثل ما قريناها لكم سولفيج راح تكون هي أيضا أمامنا، وحتى تقدر أنت أنه تعزف راح يكون بالشكل التالي. طبعا الريشة راح تكون هابط الدو والري صاعد، فيكون عندك دو ري دو ري دو مي دو مي ري فا ري فا مي صل مي صل فا لا فا لا صل سي صل سي لا دو لا دو سي ري سي ري مي دو مي دو ري سي ري سي دو سي دو سي دو لا دو لا لا فا لا فا فا لا فا لا صول فا صول فا صول مي صول مي فا مي فا مي فا ري فا ري مي ري مي ري مي دو مي دو. بعد ما تتمرن التمرين الحقيقي والصحيح تبدأ بسرعة، يعني تقوم تسوي أو تقدر تشتغل أو تعمل بيه. طبعا هذا التمرين هو راح يفيدك بتمرين الأصابع. لا تنسون الاشتراك في القناة، وحقيقة أي سؤال عندكم تقدرون بتعليق في الفيديو، وأيضا اللي يحب يشترك في دروس ودورات آلة العود ممكن أنه يتصل برقم الهاتف الموجود أسفل الفيديو وحاضر في أي وقت. تحياتي لكم ومع السلامة. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.